لا تفعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أقوم بالليل والأسحار ساجية وغمس دعائي بالدموع نادي بنور وجهك يا لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل فأنت لي شغل عما يرى جسدي من لي سواك الله ومن سواك يرى من لي سواك يا ربي من لي سواك يرى قلبي ويسمعه كل الخلائق ذل في يد الصمد أدعو أدعوك يا رب فاقبل توبتي كرما واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي وانظر لحالي في ذل وفي طمع هل يرحم العبد بعد الله من أحد لا إله إلا الله شيخ يقول لك كم باقي.